أوجه. طيب تفضل أخونا الحبيب ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. الله يحييك شيخ واد. يعني أنت من طلعت اللي قاتل الإمام علي من الإسلام، هاي عليها شغلات تترتب، عدم الزواج، عدم الميراث. أنا ما طلعته من هذا الشيء صار، ما طلعته من الإسلام، يعني بقوا مسلمين. لا اسمع، مسلمين واختلف. شوف أخ ياسر، أنت أجد فيك كثير من الهدوء والرزانة والثقافة، وأنا يعجبني أنه إنسان حتى عن طريقك نوصل الكلمة بغض النظر تقتنع وما تقتنع للطرف الآخر. شوف، جزاك الله خير، الله يحفظك. اسمع لي الآن، بالإجماع أن عليا هو الخليفة الشرعي، هاي ما عليها خلاف، وبالإجماع أنه لا يجوز الخروج على الخليفة الفاسق، مش الزين، الفاسق ما يجوز، ما يجوز الخروج عليه. إذن من باب أولى أنه الخليفة الطيب لا يجوز الخروج عليه، هاي بالإجماع. زين الآن هؤلاء يا أخوان، منو سوى الآن فتح الميكروفون؟ طيب الآن هؤلاء خرجوا على علي، يحاربون علي بغض النظر عن السبب، بغض النظر عن سبب المحاربة. لا. الآن هم ماذا قالوا؟ قالوا أن الله تبارك وتعالى، أي واحد سلفي تناقش في هذا الأمر يقولون أن الله تبارك وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بعدين ماذا يقول؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. يعني لما نحلل الآية بعيدا عن الانتماء، لا شيعي ولا سني، يقول لك إذا مؤمنين تقاتلا فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما، لكن إذا تعدت فإن بغت، بغت يعني تعدت، فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد ما في إصلاح، شنو يجي الحكم؟ نعم، يجي الحكم يقول فقاتلوا التي تبغي. إذن لو كان، أسألك بضميرك بالله عليك وفق هذه الآية، نعم، لو كان هذا الباغي مؤمن وطيب وهذا، شلون الله يأمرنا بقتل المؤمن أخوي؟ يعني الله مو عادل، صح؟ هذا كلامك يعني، لا شو اسمه، يعني اللي يبغي بعد ما انه تجي فيها محايدة تقول هذا الفئة الباغية فتقاتل الفئة الباغية، لان فهمت يعني وفهمت غلطة ومصنع الغلط، فهذا من حقك تقاتله. طيب لما يعني لحظة، لما اصر على الغلط، انا فقط ضمن الآية، لما اصر هذا الرجل، لما اصر على الغلط، الله ماذا قال؟ قال فإن بغت إحداهما على الأخرى، الله أمرني أمر، قال يا وعد اللامي قاتل التي تبغي. الآن هذا لما أراه في المعركة وقاتله وأقتله، هذا مؤمن ولا مش مؤمن؟ إذا مؤمن شلون رب لا طيب مؤمن، إذن الله أمرنا بقتل المؤمنين. إيه بس الشيخ واد، حج واد، هي الفئتين يعني تجي فئة ثالثة، فئة محايدة، ما يعني أنا أقول أنا الفئة الصحيحة وأنت تقول أنا الفئة الصحيحة، تجي فئة ثالثة. لا احنا اتفقنا يا أخ ياسر، اتفقنا أن الإمام علي هو الفئة الصحيحة. نعم، هو خليفة الشرعي، تمام. ايه؟ والفئة هو ايه يعني، احنا معاوية أخطأ والإمام علي هو الباغي، بدليل أنه تقتلك الفئة الباغية، مقول الرسول. أحسن. إذا الآن انتهينا من هذا الموضوع. الآن منو جت فئة وجت فئة قاتلت الفئة الباغية؟ لا 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 لا، خلي أفهمك الشغلة زين. نعم. الآن انتهينا أن علي عليه السلام هو الخليفة صح شرعي، وأن معاوية هو المعتدي، بغت يعني تعدت،
نعم المعتدي. نعم الآن عندنا صح شرعي وعندنا معتدي وعندنا حكم القرآن، نطبق حكم القرآن على هاتين الفرقتين. حكم القرآن يقول في صح وفي معتدي، قاتلوا التي تبغي التي تعتدي. فإحنا بعد ما نحتاج طرف ثالث، لماذا؟ لأن الله حكم في القرآن قال قاتلوا، كلام عربي واضح، قاتلوا التي تبغي. إلى متى يا ربي نقاتلهم؟ قال قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لذلك ابن حجر شي يقول؟ يقول علي هو أمر الله. فإذن معاوية لو أنا بالمعركة أضرب معاوية، أقصب بمعاوية إلى أن يرفع الراية البيضة، يقول أنا تبت وأبايع الإمام علي وهو أمر الله وأنا أرجع إلى علي بن أبي طالب، الله يقول اتركه إذا سلم حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت يقول إذا سلم سلم الراية يقول فاصلحوا بين أخويكم. لاحظ فالتسلسل، لكن هم ما يشرحوا لكم هذا الشرح. هم يقول الله سماهم المؤمنين، هذا حتى بالبخاري الله سماهم المؤمنين، فلا يجوز أن نتكلم عن معاوية ويصعد على المنبر. لكن من تفكك العبارة تجد أن القرآن سهل، القرآن منظم، القرآن طيب، القرآن يبين. وأنا حجواد هذا فهمك، هذا فهمك حجواد يعني. لا لا هذا يعني فهمك زين. ماشي أخ ياسر. ايه أنا ايه نعم. شوف شنو ميزة برنامجنا يعني. نعم إذا تسمح لي. ايه ما شفنا حجي. أنا أجيب لك يا من كتبكم، هذا كلامي. أفتح نعم. كتاب القرطبي إذا ريت تريد الآن أضع لك هذا. شوف هذا تفسير القرطبي، اللهم صل على محمد وآله. نعم. شوف تفسير القرطبي. والسلام. شوف أخونا ياسر، أنا مرة فتحت، الآن أبو أيوب يدري بهاي القضية، فتحت مرة موضوع هل الخلافة بالشورى أو بالنص، شو سويت؟ أنا ما أقول لك عندي كل كتب الأرض تفاسير الأرض، ما أقول لك عندي، لكن عندي أغلب الكتب. وضعت كتب التفاسير اللي هي يعني هاي كتاب ورقي، وضعت كتب التفاسير من الأرض إلى السقف هنا على الشاشة. حيا الله سيد ميثم، حيا الله سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعتها وقلت لهم، قلت لهم، قلت لهم إنه هذه الكتب في، أتحداكم أن تأتوا بنقض واحد علي وأنا أفتح التفاسير السنة، تفسير ابن كثير، البيضاوي، الآلوسي، الطبري، القرطبي، للآخر. فأنا الآن مستعد والله يا أخ ياسر، والله أنا ما يعني ما أريد غير الحق، مستعد أفتح لك التفاسير ونقرأ، تشوف أنه كلامي هو المنطقي وهو كلام العقلاء اللي موجود في تفاسير السنة. والآن أنت ناقشني، تركني من التفاسير، ناقشني بعقل. الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، زين شو نسوي يا ربي؟ حجوعد أختصر لك. يعني انت بمعتقدك الشخصي وبمعتقدك داخل نفسك معاويه كافر؟ جاوبني بدون تقيه وبدون اسمع يعني مثل ما قال لك انسان مسلم وعنده اخطاء وقدم للاسلام، فانت جاوبني بجوابك وانت حر، بس جواب صريح. والله اجاوبك جواب صريح وبكل شجاعه. اسمع اخونا، كل من يشهد لا مسلم ام لا، اي هو راح اقول لك معاويه وغير معاويه، انا اقول لك معاويه. كل من يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله بما فيهم معاويه يعتبر من المسلمين. شوف جوابي بدون، يعتبر من المسلمين. لكن خليك حتى لا تخطا، اسمع لكن المسلم ما يخلينا نتكلم، يا خطونا مجال، خلي اكمل، ما يخلوني اكمل. لا لحظة أخواني، كل من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يعتبر، حياك الله أخونا عبد الرحمن، يعتبر من المسلمين. لكن المسلم ممكن أن يكون منافق ويكون في الدرك الأسفل من النار. فعندي
معاوية بن أبي سفيان في الدرك الأسفل من النار. شلوني؟ عندي أنا، أنا أشهد الله وألاقي رب العالمين. خل أغرد بهذه، بس خل أغرد بهذه ورد عليه، بس هذه أغرد. لحظة الآن أنت هيك، أول شيء ضربت بالمقتل الإمام الحسن، ضربت أول شيء ضربت بالمقتل. ليش يعني؟ بس خلنا نقول هاي الخمس ثواني. معز الإسلام والمسلمين، الإمام الحسن معز الإسلام والمسلمين. خلنا نقول هاي الخمس كلمات وتكلم أبو أديب. أخونا ياسر سوى ميوت. ياسر من تتكلم بس سوى ميوت. أشهد الله، لا خلنا أقول لكم على معاوية. أشهد الله وأسأل الله أن يميتني على هذه، يا ربي أمتني على هذه العقيدة. أشهد الله أن معاوية بن أبي سفيان في الدرك الأسفل من النار. أنا قلت اللي عندي، تفضل انقض علي. إيه أنا انقض عليك. أول شيء، ما رأيك بالإمام الحسن؟ معصوم رضي الله عنه، معز الإسلام والمسلمين. معصوم، معز الإسلام والمسلمين. نعم، تقبل بهذا الكلام ولا لا؟ أقبل بهذا الكلام. شوف الشيعي بدون تردد. أحسنت. بالله عليكم يا شيعة، أخاطب الشيعة الآن، فتحوا عقولكم بهذه الكلمات البسيطة. هل الإمام الحسن يسلم رقاب المسلمين لشخص فاسق؟ حياك الله أستاذ. بالله عليكم تعبوني يا أخوان. يسلموا رأس الهرم الإسلامي لشخص يكون هو ما يعرفه أنه هو بالجنة أو بالنار. أيه. يعرف أنه مثل ما النبي إنسان. مثل ما النبي سلم مسلما للمشركين وقال له لشون تسلمه؟ قال له في قضية سهل، في قضية صلح الحديبية، وذكرها ابن عثيمين. أبو جندل بن سهيل بن عامر لصلح الحديبية. سلموا خليفة المسلمين. أقول لك هذا ليس فقط أبو جندل، ليس فقط أبو أديب. أرجوك الكلام مو بس لك، ليس فقط أبو جندل، بل كل المسلمين الموجودين الذين بقوا في مكة وعاهدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أريد شخص سلم رأس الهرم الإسلامي. أرجوك ليش تشوش وقطعت؟ أرجوك جاوبك. كمل. النبي صلى الله عليه وآله كاتبهم، كاتب سهيل بن عمر إنه من يأتي مسلما من قريش من مكة يلزم النبي صلى الله عليه وآله بإعادته إليهم إلى المشركين، ومن يأتي من المسلمين إلى أهل مكة غير ملزمين بإعادته إلى النبي صلى الله عليه وآله. لذلك جن جنون عمر بن الخطاب حتى قال أنعطي الدنية من ديننا، أعوذ بالله من الخسة، وسمى فعل النبي بالخسة، أنعطي الخسة من ديننا. كررها مرتين، مرة على النبي سمى. أعوذ بالله من القائل. حج وعد الإمام الحسن ما فعل الخسة. هل الإمام الحسن فعل خسة؟ أسألك هل فعل الإمام الحسن خسة؟ أعوذ بالله. منو اللي قال نعطي الدنيا؟ منو؟ أسألك سؤال يا وهابية، ارفعوا رؤوسكم. وهابية سلفية، ارفعوا رؤوسكم وجاوبوني، عينكم علي. هل فعل الإمام الحسن اسمعني يا رجل اسمعني. أنت قلت فعل الإمام الحسن معز المسلمين، وفعل النبي عندكم مذل المسلمين. قال نعطي الخسة بمعاوية لما نطب معاوية. شوفوا شلون سأل سؤال، ولما شاف نفسه وقع بحفرة. الآن السؤال يا وهابية، أيهما أعز؟ أيهما أعز، فعل الحسن مع معاوية أم فعل النبي مع مشركي مكة؟ أيهما أعز؟ جاوبوني يلا. ومن منكم يستطيع تكذيب عمر؟ أجاوبك. أول شيء سيد ميسم المكرم، أول شيء ضرب المثال غير منضبط أبدا. لماذا؟ لأنه الإمام الحسن رضي الله عنه. أنا ما سألتك عن ضرب المثال. لا تهرب. ما سألتك عن ضرب المثال. سألتك أيهما أعز، فعل الإمام الحسن
السؤال هو مو انت سيد، مو انت ضربت له مثال غير يجاوب على مثالك، يعني الحق يا سيد. المثال سيد يقول لك مثالك غير منضبط، خلي يجاوبك يا سيد. لا هو يقول لك خلي سيد انت ضربت له مثال ايهما اخس عمر، منو اللي قال سيدنا، منو اللي قال على النبي نفعل عمر عمر فعل النبي بالخسه. عمر منو من الخطاب وصف فعل النبي بالخسه. وانا اسال السلفيه الان، يا الله اسال انتم الان حينما عمر في كتب السنه تعطينا مجال، اعطينا مجال عمر في كتب السنه يقول للنبي دنيه يعني. نعم الدنيا الخسة. القاضي عياض يقول صحيح الحديث، صحيح ما يخلينا الحديث صحيح، صححه الأرناؤوط قال أنعطي الدنية من ديننا. يقول القاضي الدنية الخسة والفعل الخسيس. قال عليه يا إبراهيم قال ليطمئن قلبي خذ ثلاثة من الطعام. لحظة أخواني، لحظة يا أخ يا سيد ميثم، يقول لك إبراهيم عليه السلام قال لربي، أنا سألك سيد، إبراهيم قال لربي أنت ليش فعلك خسيس ودوني مثل ما قال عمر؟ خاشا ما أؤمن بربه. قالوا لا تؤمن يا إبراهيم، قال لي اطمئن قلبي أرضى. لا الآن شوف، الآن شوف يعني عمر ما آمن. هذا رأي عمر، هذا رأي عمر بالذي تقول رسولك يعني ولو كان بي كلام تابل عليه الرسول يعني معاوية. أنا ما أعرف لا يا لحظة أبو أديب، يعني إخواني أبو أديب يكون من عمر ما كان مؤمن، هو عمر لا زين إبراهيم كان أليس مؤمن بالله أم مؤمن بالله؟ اسمع لحظة الآن إبراهيم عليه السلام كان مطمئنا ولا لا؟ مؤمن بالله أم ليس مؤمن؟ جاوبني على هذا السؤال الآن. إبراهيم أنت مو جبت، أنا اللي جبت له، أنت اللي تأتيت بالمثال. إبراهيم قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سؤال، هل إبراهيم عليه السلام كان مطمئناً ولا لا؟ حيا الله أبو كريم. السلام عليكم، حيا الله الجميع، حيا الله سيد ميت. الله أبو كريم. هل كان أنا ما شوف الآن تورط، هل كان إبراهيم مؤمناً ولا لا؟ ولكن يزداد إيماناً وين يشوف المعجزة يطمئن قلبه. نعم، إذا ما كان مطمئن. إذا كان لا والله تورط والله. هل إبراهيم عمي أبو أديب، عمي شيخنا الحبيب أبو أديب، اسمع الآن، أنت قلت فعل عمر بن الخطاب مثل فعل الأنبياء اللي هو إبراهيم. شلون؟ نعم. إبراهيم قال لربه لما قال خذ أربع من الطير وصر، ماذا قال؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. زين الآن لما تريد أن تساوي بين أمرين يجب أن تكون هنالك المساواة بين الأمرين حتى تتضح المطابقة في الفعل. فالآن يلزمك الآتي، إذا تريد الكلام تقعيد علمي وتفكيك العبارات، يلزمك الآتي: عمر ابن الخطاب قال للنبي لماذا نعطي الدنية؟ وسيد مثلا قال لك الدنية يعني الخسة، يعني عمر يقول له للنبي تليش تسوي فعلك فعل الخسيس. هذا من عمر، بس لا تقاطع، أكمل وطيك يا سنة. الآن سيد مثلا أرجوك حاج وعد، أرجوك أنه لا تزود بالعبارات، قل يعني خسة وعار وما أعرف إيه. هو قال، مش أنا، أنا أشرح للجمهور. أنا اللي قلت أنا وأثبت هذا. قال أنا الرافضي قال، يا عم أنا مالي شغلة، لا تعطي زيادات من عندك. أنا ما أعطي، حاضر. لا ما في زيادات، ما في زيادات ما قاله الحاج وعد موجود في كتبه. الشيخ ميثم، شيخ ميثم لا والله ما خلونا اكمل، ما خلونا اكمل، ماذا هذول يكرهوني والله ما انا راح اسكت. اي تفضل، بس جمله واحده واكمل، جمله واحده واكمل. حيا الله اخونا البتار. هذا راي عمر بن الخطاب وامام الرسول، وعمر شخص عنده غيره على دينه وعارض الشيعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا وران ولا، والرسول سكت ما عاتبه زين، فاحنا نسكت منه. شكرا.
شكرا. شوف اخوان الكلام الهادئ الان سكت ووضع ميوت. هذا جيد. هو يقول لكم اخواني انه هذا راي عمر. انا اسالكم سؤال يا سنه اخواني. انا اعرف انه يا اخواني سووا ميوت الله سووا ميوت بتار يا اخواني اهل السنه. انا اعرف انه اسم عمر بن الخطاب اسم كبير، واعرف انه هذه يعني تمس بعض الامور اللي عندكم، لكن الحق اولى بالاتباع من الاسماء. الان انا اسالك سؤال. يقول الاخ الكريم انه هذا راي عمر بن الخطاب. بالله عليك يا سني، انت في زمن النبي، النبي يقول، هل تقول انت في قبال قول النبي، ولا الله تبارك وتعالى قال من يطع الرسول شنو اطاع من؟ فقد اطاع من؟ اطاع الله. الله اكبر. هل الله قال تمام ما ماذا غير اكمل يعني انا كلامي سيم لا حول ولا قوه. وهو يا علي قال والله لا امحو، لماذا اعترض على رسول الله؟ الواجب له ان يطيع رسول الله. يابا ابو ابوادي ابوادي لا تقطعني عنا، ننقض عليك، عندي ألف نقض عليك يا اخوان علي بن ابي. والله ما عندك نقض واحد، نقض واحد ما عندك. والله لا امحو. والله نقلك ما يساوي فلس مع احترامي لك. ليش؟ لأنه علي بن أبي طالب نفسه عندك. شوف أنت الآن ما راح أحكي، راح أحكي يدري كلامي، يعرف كلامي، يعرف كلامي، يعرف كلامي، يتسلط عليه. شوف شوف المقاطعة، شوف المقاطعة. أبو أديب، أبو أديب الأخ بتار، شوف من تكلم غلق الميكروفون. أنا الآن قاطعتوني ليش؟ لأن أنا مظلوم، مو مشكلة راح أبقى مظلوم، بس أنا أطل سيد ميثم. بس سيدنا إذا تسمح لي بس 30 ثانية. يا سني أنا أسألك سؤال بضميرك، لأن ما والله ما أعرف كيف أخاطبكم. بضميرك يا سني، النبي قال، والله قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ليش النبي له رأي وأنا عمر إلي رأي مقابل النبي؟ النبي يقول مثلا افعلوا، وأنا عمر أقول لا تفعلوا، أو الأفضل كذا. معناه أنه النبي، ولذلك أنتم ماذا تقولون؟ تقولون إن الله يجري الحق على لسان عمر، والله وافق عمر في قبال النبي. هذه المشكلة اللي عندكم، أنه عمر عندكم. والله يا سنة اللي هذول، أنا أقول له سوون عمر النبي أحسن لكم، لأن أنتم تتبعون عمر. فضل سيدنا. طيب الآن أخوان الأعزاء، يقول أنا عندي نقوضات عليكم. شنو النقض اللي علينا؟ لا سيد، هذا ياسر انا احترمه، يريد ثاني تين سيد رحم الله والديك. هذا اخ عزيز وكريم، تفضل اخونا ياسر. الله يعزك، الله يعزك. وامرهم شورى بينهم. احسن. احنا ما ادرى من الرسول ان سكت الناس، لو الرسول ضاج من كلام عمر كان سكته. امرهم شورى بينهم، الدليل ان الرسول سمح له. هذا امر من يعارض الرسول القاده العسكريين يسمحون الجماعه المتميزين عند يبدون الراي. شكرا. شكرا، سوي ميوت. شوف اخواني الان ارجع لسيمة مثلا مضطر، يقول لك انه النبي سكت، فاذا النبي سكت على عمر، النبي سكت على عمر، فمعناها انه النبي انه عمر هو الفعل الصح. لماذا؟ لان اقرار النبي سكوت. الان نسال سؤالين في هذه القضيه، تقرير علمي من الاخ ياسر وانا انقض عليه. الآن معناها أنه نفس عمر في رزية الخميس لما لم يسكتوا طردهم كان فعل عمر خطأ، ومع هذا يقولون أن هذا من دلائل فقه عمر ودقيق نظره. شوفوا أخواني، معناه جواب الأخ ياسر جواب خطأ. لماذا؟ لأن النبي سواء سكت أو طرد اثنين تقولون أنه فعل عمر صح. لم؟ لأنه في رزية الخميس النبي طرد عمر وجماعة عمر، ومع هذا قلتم هذا من دقيق فقه عمر، فإذا سكوت النبي لا قيمة له، مثل ما طرد النبي عندكم لا قيمة له. بس لا ترفع، خليها لأن دور سيد ميثم. استاذ ياسر تفضل. سيد ميثم الموسوي. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ماذا يقول السلفية؟ السلفية حينما أفلسوا في الدفاع عن معاوية حاولوا أن يحسنوا صورة معاوية بن أبي سفيان، الذي أنا أقول بفم ملآن والله العظيم وقلتها على هذا البرنامج وفي عدة برامج ولا يوم القيامة، عندي حديث واحد في أنساب الأشراف للبلاد أتحدى به السلفية جميعا.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث صحيح يقول معاوية يموت يوم يموت على غير الإسلام، والسند صحيح ثم صحيح ثم لا 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 لا، يعني هذا كفر، هذا كفر. نعم، وفعلا نعم. معاوية مات على غير الإسلام، وأتحدى أي سلفي سنة لو شيعة هذا في أنساب الأشراف للبلادري بسند صحيح. الآن اللي يريد لا بدون مقاطعة بدون مقاطعة أرجوك يا أبو أديب أخي ترجاك والله دعوة يكمل يا أخي الأستاذ سوي ميوت يا حبايبي يا سلفي سيدنا خلي أشوف هذا أخونا الأستاذ من يكمل السيد أنا أرجع لكم الله يرحم والديك شوي ساعدوني ها دليل يا مولانا بعد إذن حضرتك إحنا أهل الدليل صح؟ إيه؟ بعد إذن حضرتك إيه؟ حلو الكلام السغسطائي اللي ملوش لازمة ده يحط على جنب إحنا مش قاعدين إحنا في قاعدة كده مين هو؟ مين سيد ميثم؟ مين الدليل؟ السيد اللي تفضل تكلم أحسن الآن سوي ميوت أحسن سوي ميوت وسيعطيك الدليل وناقشه اضرب الدليل بالدليل العلمي احسنت والله انا يعجبني الاستاذ لان طلب الدليل هو هذا الحوار يلا سيد واحد هذا الاستاذ محمد يعني خبير بحوار النصارى وعنده كثير كتب الشرفي اهلا اهلا وسهلا بالاستاذ حياكم الله طيب الان انت رافضي وكلامك مو مقبول وانت تدعي ان معاوية يموت على غير من الاتسام اذا تعطيهم دليل يا سيد ميثم ان شاء الله حجينا بخدمتك وخدمتهم ان شاء الله يا سلفية يا اخواني يا احبائي اولا انا اقول وعندي وبسنة الصحيح ان معاوية بن ابي سفيان بن ابي سفيان بسند صحيح في انساب الاشراف للبلاذري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يموت على غير الإسلام وين في أنساء اللي يريد أن أناقشني في هذا الحديث بعد أن أنتهي يقول يلا أظهر دليلك وأناقشك في سند الحديث وفي دلالة لا تقاطع أرجوك لا تقاطع لأني ما أكملت أرجوك أسكت أكمل بعد ذلك رد على راحتك أنا ما قاطعك أرجوك يا أخي والله صوتك ما ينفهم صوتك أنت تتكلم وأنا أتكلم صوتك ما ينفهم يعني مجرد شوشرة تضيع وقت أرجوك اسكت شالة سوى ميوت ويطيق تفضل الطيق الدي تفضل أعطي إن شاء الله الحمد لله السنة والجماعة أن سيدنا وتجرسنا سيدنا معاوية مات على الكفر ده حديث صحيح إن شاء الله هو سيعطيك أنه يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي إن شاء الله تفضل سيدنا طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيب يا طهري شوفوا أخوان الأعزاء الأفاضل الحديث أجبروني أن أدخل بموضوع فالحديث هذا في كتاب الأنساب أنساب الأشراف للبلاذري والسنة الصحيح رجاله رجال مسلم هذا أمام وحدثني إسحاق وبكر بن الهيثم حدثنا عبد الرزاق بن همام أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فقال يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي قال وتركت أبي قد وضع له الوضوء فكنت كحابس البول مخافة أن يجي قال فطلع معاوية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو هذا الحديث اللي يريد يتناقش وياي بعد أن أنتهي من ردي على أبو أديب خلي يتناقش وياه طيب الآن عزالة فاضل الآن المشكلة وين أخواني المشكلة وين أرادوا أن يجملوا صورة معاوية بن أبي سفيان فهذا الميدان يا حميدان أخواني العزالة فاضل عمر ماذا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر وصف فعل النبي صلى الله عليه وآله بالخسة فقال أنعطي الدنية من ديننا الجماعة يقولون شك مثل إبراهيم شك تعال خلينا نشوف فعلا شك مثل إبراهيم أم لا شوفوا أخواني هذا أمامكم تحقيق الألباني محمد ناصر الدين الألباني خلينا نشوفه صدق شك هل هو شك أم إنه شك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله رغم أن النبي صلى الله عليه وآله قال يقول فقلت يا رسول الله ألست رسول الله حقا
قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ إذن ليش نعطي الدنية؟ اللي يجيك مسلم ترجع إلهم، واللي يروح لهم مشرك ما يرجعون إلنا؟ هاي دنية يا رسول الله خسة. ها؟ فسكت النبي. الأخ يقول لك لماذا لم يرد عليه النبي؟ هذا القرآن ينطق أمامك. ها؟ قال ليخرجن، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ماذا قال له رسول الله؟ ما قال له شيء. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وسكت. طيب، إني رسول الله ولست عصي ربي وهو ناصري. قلت، شوف يجادل النبي صلى الله عليه وآله، أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فخبرتك إنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك تأتيه فتطوف به. ما صدق بالنبي، ما صدق، كذب رسول الله. عمر كذب رسول الله، ما صدق. يا سلفية عمركم، إلهكم عمر كذب النبي، راح لأبو بكر ما صدق برسول الله. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله؟ هذا مو نبي الله. وانت كنت يمه وقال لك نعم نبي الله، مو يمك انت كنت يمه وسألته وقال لك أنا نبي الله، أنا رسول الله ولست أعصي ربي. تكذبه وتروح لأبو بكر؟ أبو بكر أفضل من رسول الله؟ أبو بكر أحسن من محمد؟ أبو بكر يتكلم أحسن من محمد؟ ما تصدق محمد تروح لأبو بكر؟ هذا أفضل الأمة عندكم هذا؟ يقول يا أليس هذا يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن أعطي الدنيا من ديننا؟ يكرر الأمر مرة ثانية، يصف فعل النبي بالخسة. الخسة ما تصدر إلا من الخسيس والعياذ بالله. قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه على الحق أو ليس. ثم يقول قلت أوليس كان يحدثنا إنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. فإنك آتيه وتطوف به. قال عمر بن الخطاب، هو يقول رضوان الله عليه، فعملت في ذلك أعمالا. شنو الأعمال اللي يعملها بعد ما قال للنبي وبعد ما قال لأبو بكر؟ شنو سوى يا أخواني؟ فعملت لذلك أعمالا، يعني في نقض الصحيفة. يريد ينقض أمر الله، يريد ينقض صلح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يكفيه ما قال له النبي، ما يكفيه ما قال له أبو بكر. فعملت لذلك أعمالا في نقض الصحيفة. ماذا يقول محمد ناصر الدين الألباني؟ صحيح، تخريج فقه السيرة، صحيح أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني. يلا، هذا عمر بن الخطاب يعطي الدنية من دينه. الدنية يقول الفعل الخسيس. من القال؟ حاج وعد ما كذا، هاك تفضل. هذا المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. اسمع لحظة، يقول فلما نعطي الدنية؟ ماذا يقول القاضي عياض؟ وقول عمر لما نعطي الدنية في ديننا، يعني بالدنية الحالة الخسيسة. هذا أمامكم على الشاشة، شوفوها الحالة الخسيسة. الآن السؤال بالله عليكم جاوبوني، من الخسيس، رسول الله أم عمر؟ يلا تفضل استاذ. الحالة الخسيسة رسول الله أم عمر بن الخطاب؟ تفضل. طيب تفضل استاذ ياسر. يقول أول شيء يعني رواية حسة هذه ما مطلع ولا إجسام بسيط، فيهمها أن شخص من الغيرة ومن هذه يسأل سؤال لما نعطي؟ وضح لي يا رسول الله، برد قلبي يا رسول يا هو سؤال استفسار، ولو بيش دي من المسبة وشي بي من العدم الأخلاق، كان الرسول سكته، الرسول ما يخاف من عمر. هاي وحدة. ثاني شيء قلت حديث صحيح عن ما أعرفش اللي الحديث اللي تفيدكم من هذه السنة، هذا صحيح إنه يموت معاوية على ملة الكفر. زين الإمام الحسن ما يعرف هذا الشيء؟ ما هو يعرف إنه الرسول تنرى هذا الحديث والرسول أصدق الصادقين؟ يجي يسلم الخلافة وأرض المسلمين كما قال أخوان الحرم الأعلى بيد واحد كافر يموت موت الكفرة؟ يعني هذا أنت لازم تفكر هذا الحديث وأشكره. هذا الحديث مو شيعي يا أخوان، الحديث ليس بشيعي، الحديث سني
هذا الكلام وجه لعلمائك السنة، لأن الحديث السنة عندك واحد إذا تتكرم 20 ثانية وراح بس نجيب ترجمة البلاذري صاحب كتاب أنساب الأشراف، نشوف ابن عساكر ماذا قال عنه. نعم. أول شيء سيد ميتم، كيف تشهد بكتاب واحد رافضي مجهول عند ابن عساكر بتاريخ دمشق؟ قال هذا لا يعتبر وليس له ثقة. من هو الرافضي؟ مجهول لا يثق بكلامه ابن عساكر. من هو المجهول؟ من هو المجهول؟ البلاذري هو صاحب كتاب المجهول. البلاذري مجهول. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. بتاريخ دمشق. أبو أديب هو ابن عساكر. ابن عساكر ولا تطبق البلاذري هذا هو اللي يكفر معاوية. لحظة، هو ابن عساكر ثقة عندكم؟ إيه ابن عساكر ثقة عنا. نعم. أوكي. ابن عساكر مشهور. هدو. أنتم أنت تدري أنه ابن عساكر ألف ضده كتاب اسمه الدساكر على ابن عساكر، لأن عقيدته فاسدة؟ هي العلماء يردون على بعضهم، لكن لا منكر يا أخي. ليس له ذكر، يعني ما هو ليس مجهول، ليس له ثقة. هدو معتبرة. هدو. وترجم له ابن عساكر في طريق دمشق. لا لحظة، أول شيء بل أقرأنا ترجمته من ابن عساكر بعدين أرد عليك على أن ابن عساكر أو لا. لا معروف كتاب أنساب الأشراف، نحن ما نعتبر بيها أستاذ وعد. كيف تشهد من كتاب مجهول؟ علماءك استدلوا على أهل السنة. لحظة، أعطيني شخص أثنى على البلاذري صاحب كتاب أنساب الأشراف من علماء المسلمين. حاضر علماء أهل السنة والجماعة، تفضل. حاضر. شعيب الأرناؤوط وعلمائك لما يردون يعطوني كلام أنا أظهرت سابقا، بس مشكلة الآن ماذا يقولون؟ يقولون رواه البلاذري بسند صحيح، فلو كان غير ثقة كيف يقول رواه البلاذري بسند؟ الآن أنا أستخرج لك اللحظة. لا تتعب نفسك، هذا أمامك على الشاشة، هذا الذهبي إمام الجرح والتعديل تلميذ ابن تيمية، تفضل ماذا يقول عنه؟ تفضل حجينا، هذا أمامكم على الشاشة، هذا كتاب تذكرة الحفاظ أحمد ابن تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي أمامكم على الشاشة، يقول طبقتهم بخراسان وعراق وخرج صحيحا وعلى الوضع كتاب مسلم إلى أن قال واستشهد بالطابران وهي مرحلة من نيسابور في سنة كذا. قلت هذا البلاذري الصغير، فأما الكبير اللي هو موضوعنا، فأما الكبير فإنه أحمد بن يحيى صاحب التاريخ المشهور من طبقة أبي داود السجستاني، حافظ إخباري علامة. يلا هذا الذهبي. طيب هذا الذهبي اللي طيب، وأنا أتذكر علماء آخرين سيدنا ذكروا نفس المسألة. طيب نعم. طيب الأخ سوريا، الأخ تفضل، الأخ الثاني خلينا نشوف هذا كلام صحيح ولا. تفضل الأخ الكريم، شو اسمه؟ حوالي حراس تفضل حراس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، عظم الله أجورنا وأجوركم. عظم الله أجور. حياك الله حاج وعد، حيا الله سيد ميتم والموجودين جميعا. أنا توصى على حاج وعد، بس خليني أسمع شوية. شكرا لكم مولانا، بارك الله، بسوي شكرا لكم. طيب أبو كريم عندك مداخلة، تفضل أبو كريم. السلام عليكم حاج بعد. عليكم السلام. السلام كريم. السلام سيد ميتم، سلام على الله حبيبنا ابو كريم. حيا الله سيدنا. ابو اديب موجود؟ موجود ابو اديب، لان المسكين احنا اضطرينا. حضر الا لا نزلنا فاضطرينا على اي حال.
أنا ما أعرف ليش يدافعون على بني أمية ومعاوية، هم اللي مذكورين بالقرآن في الشجرة ملعونة، كل تفاسير السنة قالوا أنهم هم هؤلاء بني أمية. حتى عمر بن الخطاب في تفسير الدر المنثور للسيوطي عنه يقول: ألم ترى الذين بدوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار، قال: هم الأفجران من قريش، بني المغيرة وبني أمية. أما بني المغيرة فقد كفيتموهم يوم بدر، وأما بني أمية فمتوا إلى حين. فهؤلاء هم يخرجون الناس من نعم الله إلى الكفر، فلماذا أنتم تتبعونهم يا سنة؟ طيب إحنا الآن الشيخ عبد الرحمن، إذا ممكن إحنا الشيخ عبد الرحمن باقي عندنا دقيقتين على البث الفضائي، فتريد أعطيك دقيقة وبعد ذلك نكمل، أو تريد تبقى يعني نأخذك على البث الفضائي؟ أفضل تكون على الفضائية يكون أفضل، أنا أقترح هذا الاقتراح. طيب تسمعني شيخ عبد الرحمن؟ أستاذ شيخ عبد الرحمن، أبو آدم؟ نعم يسمع، يسمع حجينا يسمع. طيب يسمع طيب، لا الظاهر أنه مسوي ميوت، مسوي ميوت، مو مشكلة حجي. هذا كتاب تاريخ دمشق، شوفوا ابن عساكر ماذا يقول. ثواني، يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق، أنا ما أعرف دولة منين يأتون بهذا تاريخ دمشق أخواني، ابن عساكر يقول: بلغني إن البلاذري كان أديبا رواية أو راوية. زين شو المجهول؟ وين هذا الكلام؟ لا الآن هو يدافع عن نفسه. طيب خلونا الآن أخواني أبقوا معي جميعا، بارك الله بكم وجزاكم الله خير الجزاء، أبقوا معي بس لحظة. الأخ الأستاذ أبقوا معي أخواني، سووا ميوت كلكم. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين.